إذن لاحظ أن العيوب هنا وشروط خيار فسخ العيوب، إذا وجد أحد الزوجين بالآخر، إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيب فيكون له الفسخ، ولكن عندنا شرطين. الشرط الأول أنه ما لم يعلم به إيش قبل العقد، إذا دخل بها ووجد فيها عيبا، واضح ولا لا؟ العيب هذا لا يمكن الاستمرار بها أو لا يمكن الاستمتاع بها مع وجوده. فهنا إذا لم يكن يعلم ما قيل له قبل النكاح، وكذلك هو لا يرضى به، هذا الشرط الثاني أنه ما يرضى به، فهنا يكون له الحق الفسخ. فإذا كان له حق الفسخ لم يكن له حق في المهر، لم يكن لها حق في المهر الذي أعطاها إياه، هذا معنى أن يكون له حق الفسخ. نعم. وهناك عيوب يعني مشتركة بين الرجل والمرأة، وهناك عيوب خاصة بالرجل وهناك عيوب خاصة بالمرأة. عيوب المشتركة بين الرجل والمرأة: امرأة فيها جنون، رجل فيه جنون، امرأة مريضة بمرض مثلا معدي، رجل فيه مرض معدي، لا يمكن معه استمرار الحياة، هذا نوع من أنواع العيوب. هناك عيوب خاصة بالمرأة وهي مثل التي تمنع الاستمتاع، مثل الرتق مثلا، أن يكون مجرى الجماع مسدود، أو عيوب خاصة بالرجل مثل العنين اللي لا يستطيع الذكرة أو همته أن تقوم، فهذا أيضا عيب يفضي إلى فسخ النكاح. فكلاهما هذا عيب خاص بالرجال، وهذا عيب خاص بالنساء. نعم. والأول التي الأمثلة التي ذكرها أولا قد تكون في الرجال وقد تكون في النساء. نعم.